جندي القصدير والبنت الراقصة، حكاية من التراث الدنماركي. في بيت من البيوت كان هنالك العديد من الجنود والدمى المصنوعين من القصدير. كل هؤلاء الجنود هم إخوة، وقد صنعوا جميعا من ملعقة قصديرية قديمة. أوه، هذا الجندي لديه رجل واحدة، أليس كذلك؟ لابد أن مادة القصدير قد انتهت، لذا لم يتمكنوا من صناعة الرجل الثانية له. ولكن بالرغم من فقدان الجندي للرجل الثانية، إلا أنه يقف وقفة شجاعة شأن الجنود الآخرين. وكما ترون توجد على هذه المنضدة العديد من الدمى واللعب الأخرى، ومن بين كل هذه الدمى تبرز القلعة وكأنها قلعة حقيقية. وأمام سور القلعة الجميلة تقف البنت الصغيرة الراقصة. يا لهذه البنت اللطيفة، إن هذه البنت تشبهني، لديها رجل واحدة فقط. لم يستطع الجندي أن يرى الرجل الثانية للبنت الراقصة، لأنها كانت ترفعها عاليا إلى الخلف. نعم، إنها ستكون بالتأكيد زوجة مثالية بالنسبة لي. نعم، لقد قرر الجندي أن يسأل البنت عما إذا كانت ستوافق على الزواج منه أم لا. هل تودين أن تكوني؟ وفي تلك اللحظة إنه العملاق. ما الذي كنت تريد أن تقول للبنت؟ لا تمن النظر فيها طويلا، يا لك من مزعج، سوف أريك. لن أرحم وأغفر لأي واحد منكم يحاول أن لقد تخلصنا من هذا الجندي المشاكس. لقد تألم الجندي كثيرا، ليس بسبب دفع العملاق له من الشباك، وإنما بسبب عدم تمكنه من مشاهدة البنت الراقصة ثانية. وبقي الجندي نائما تحت المطر. لقد كان الألم يمزق قلبه، لأنه لن يستطيع رؤية البنت الراقصة. مزيف وقذر، ها انظر، لديه رجل واحدة فقط. هيا نضعه في القارب وندعه يطفو على النار، ما رأيك؟ حسنا، سوف أضعه في القارب، هيا ساعدني. هيا إنه سريع. نعم، كما كان يتوقع، لقد أنقذ، وها هو الآن في قارب ورقي، وقريبا سوف يصل إلى حصن مائي. يا لحسن الحظ، وبسبب كثافة الأمطار فقد جرفت المياه الحصن وابتعد بسرعة مذهلة. الجندي المسكين بدأ يخاف على مصيره، كان يريد أن يصرخ بأعلى صوته طالبا النجدة، ولكنه كان يقول لنفسه: لا، أنا رجل ومن العيب أن يبكي الرجال. كل ذلك بسبب العملاق، ولكن لا، لن أترك البنت، لن أستسلم أبدا. وسار القارب الورقي تحت خشبة تغطي الحصن، وكأنه دخل نفقا طويلا جدا. ها، أين أنا؟ توقف! إلى أين أنت ذاهب؟ هذا المكان يقع تحت حمايتي، ولن أسمح لغريب بدخوله، أفهمت؟ وبالرغم من أوامر الجرذ الواضحة، فإن الجندي الصغير لا يستطيع التحكم في مسار القارب الورقي. هان، ألم أقل لك عد من حيث أتيت؟ انتظر، توقف. لقد انزعج الجرذ وبدأ الآن في مطاردة القارب الورقي. يا له من
جندي وقح سوف أكله. نهاية النفق، لا أستطيع تحمل نور الشمس. لقد نجوت. يا لتعاسة حظ الجندي الصغير، لم يكد ينجو من شر الجرذ حتى أقبل على شر أكبر في نهاية النفق، إنه يصبح باتجاه الشلال. لقد انجرف الجندي الصغير مع الشلال واستقر في قاع النهر، وبعد ذلك وجد الجندي الصغير نفسه في ظلام دامس. لقد اعتقد الجندي بأنه في غرفة صغيرة ومظلمة. أين أنا يا ترى؟ أين أنا؟ وبحث في كل مكان آملا في أن يجد مخرجا، ولكن أين؟ إن جدران هذا المكان كلها لينة وليس فيها ما يدل على كونه مخرجا. يا له من جندي مسكين، ما الذي يفعله؟ لم يبق أمامه إلا أن يواجه قدره والبندقية في يده. يبدو بأن هذه المرة لا أمل لي بالنجاة أبدا. أرجو أن أتمكن من رؤية البنت الصغيرة الراقصة. أين أنت الآن يا عزيزتي؟ أين أنت؟ كان هذا هو حلم الجندي الصغير. وفجأة أنا آسفة، يجب أن أذهب إلى البيت. مع السلامة، إلى اللقاء. وعندما صحى الجندي الصغير من حلمه الجميل، لاحظ بأن الغرفة بدأت تهتز. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لقد استمر الاهتزاز وبدأ الجندي الصغير يفقد الوعي. أوه، الجندي الصغير الذي فقدناه منذ فترة، إنه داخل بطن السمكة. إن الذي حدث للجندي الصغير كان غريبا بالفعل. لقد ابتلعت السمكة الجندي، وبعد فترة أمسك الصياد بالسمكة ونقلها إلى سوق السمك، وهناك اشتراها صاحب البيت الذي كان الجندي يعيش عنده. وهكذا عاد الجندي الصغير ذو الرجل الواحدة إلى جانب البنت الراقصة. لقد كانت سعادة الجندي لا حدود لها. أراد أن يبكي، ولكن عيب على الرجال أن يبكوا. لقد أخبر الجندي الصغير البنت الراقصة بكل مغامراته. أخبرها كيف وضعه الأطفال في القارب، وكيف طارده الجرذ، وكيف سقط في النهر وابتلعته السمكة. أخبرها كذلك عن الحلم اللطيف حيث رقصا سوية. أخبرها عن كل شيء. هذا الوقع ثانية لن أخطئ أبدا. وهكذا تقدم العملاق المجنون باتجاه الجندي الصغير. لقد دفع العملاق الجندي إلى الموقد، وشعر الجندي كيف أن جسمه بدأ يذوب في النار، ولكنه اعتقد بأن هذه النار المستعرة هي نار حبه للبنت الراقصة. مع السلامة، مع السلامة أيتها العزيزة، مع السلامة، مع السلامة. كانت البنت الراقصة تراقب الجندي الصغير وهو يحترق، وقد أخذ الألم والغضب منها مأخذه. وفي هذه اللحظة هبت ريح قوية دفعت بالبنت الراقصة إلى النار حيث يحترق الجندي الصغير. وهكذا اتحد الاثنان في النهاية.
وفي صباح اليوم التالي لم يكن بين الرماد سوى قطعة صغيرة من القصدير. إنها بقية حب الجندي والبنت، إنها بقايا قلبين طيبين طاهرين، بقايا الجندي الصغير ذي الرجل الواحدة والبنت الصغيرة الراقصة.